اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي، مع بدايه اسبوع سعاده وهنا يا رب على كل اللي بيتابعونا على شاشه القناه الاولى في انحاء العالم. مطبخنا النهارده بساطه، سهوله، مرونه. بنكون حريصين من الاجازه او اللي احنا بنتابع السوشيال ميديا، ايه الاكلات اللي انتوا حابينها، الاسئله اللي بتسالوها، الحاجات اللي حابين نعملها مع بعض. فمن ضمن الاسئله، واحنا خصصنا يوم السبت بنجاوب على كل الاسئله اللي بتكون موجوده على السوشيال ميديا، الفراخ المشويه على السيخ تتبيلتها بتبقى ازاي وبطريقه جديده. يعني عارفين الشيش طاووق، عارفين فراخ مشويه على الفحم، فراخ مشويه بالبصل والطماطم مسخن وهكذا. هعمل النهارده فراخ مشويه على السيخ بطريقه جديده، التتبيله لا فيها لا كمون ولا كزبره، هي صويا صوص وتوم وعصير ليمون. الطعم هيجي منين؟ من البساطه والسهوله والمرونه. معانا الرز سلطة النهارده، تشكيله الخضار اللي فيها بتفتح النفس، وخاصه لون الجزر البرتقاني مع بيض مسلوق مع كالسيوم مع معادن. السلطه دي فيها البروتين، فيها الالياف، فيها كل حاجه حلوه. هنشوف نعملها مع بعض ازاي مع المايونيز والمستردة. طعم المايونيز مع المستردة بياخدنا لمكان تاني، بيبقى طعمها مميز. الحلو بتاعنا النهارده بساطه، سهوله، مرونه. شرايح التوست اللي بنعملها كلاب ساندوتش او بنعملها لاولادنا في التوستر، هنعملها النهارده حلوه بالقشطه والعسل. فكره الشيف المغازي بسيطه وسهله وحاجه مش مكلفه، ولكن الحلو طعمه جميل زي الفل. مش عايز اطول حضراتكم، ويجعل ايامنا كلها عسل يا رب. هناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل معلومه غير معلومه، تفاصيل صغيره ولكن المعنى كبير والطعم جديد. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لتفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير والطعم جديد. هنعمل فراخ مشوية النهاردة على السيخ. لو جينا شفنا المكونات والمقادير، هي موجودة في أي مكان في أي بيت بنفس المقادير، ولكن أسلوب الطهي والطريقة مختلفة. المقادير على الشاشة بعد إذن حضراتكم. صدور فراخ، صويا صوص، ثوم، زيت سمسم، معلقة من العسل، وفلفل أسود. مش هنستخدم ملح في المقادير. المقادير على الشاشة. ممكن نستخدم شوية زبدة مع نعمل شوية صوص كده لطاف بالزبدة والليمون، نقدر ان احنا نحطهم على الفراخ المشوية على السيخ. صدور فراخ، معانا صويا صوص، معانا زيت زيتون، معانا زبدة، معانا توم، معلقة عسل حسب الرغبة او معلقة سكر. المقادير بسيطة وسهلة في متناول الجميع. تعال نشوف نعملها مع بعض ازاي، ولكن لازم يكون معاكي جريلا او طاسة بتسخن على النار. مع بعض كده الاول نقطع الفراخ بطريقه حلوه. حلو الكلام. طيب هنخلي الرز ده ورا كده، لان الاكله دي عدلها شويه رز ابيض، رز بسمتي او ابيض. مدرسه المغازي بتقول اضافه الماء لاسياخ الخشب قبل الاستخدام تطيله من العمر، يعني تخلي عمرها طويل في النار، الاسياخ ما تتحرقش. حاجه بسيطه اهيت، ولكن بتخليكي في الامان. بننقع الاسياخ الخشب في ميه الاول. يوم العصايه او السيخ الخشب او التوزبيكس المسميات بتاعته بتشرب ميه. لما هتشرب ميه عمرها هيبقى طويل في الفرن او في الطاسه وانت بتشويها. غير الاسياخ الحديد، انا بفضل طبعا اسياخ الخشب، في منها السميك وفي منها الرفيع موجوده، ولكن انا بشربها ميه كده بديها عزم وقوه. حلو الكلام. ولكن لو احنا هنستخدم اسياخ حديد لازم تتغسل طبعا، وبعد كده تتمسح بزيت وتتنظف وزي الفل، وخاصه لو كانت مركونه عندك بقالها فتره طويله من العيد الكبير ما شوتيش عليها. الحاجات البسيطه اللي بركز فيها ديت بتكون هي مصدر للبكتيريا ومصدر للحاجات اللي مش لطيفه لما نيجي نستخدمها. حتى لو اسياخ الخشب مركونه عندك في الدواليب بتطلعيها بتنقعها في ميه تبقى لطيفه بالشكل ده زي الفل. دي اول حاجه بعملها. هناخد مع بعض صدور الفراخ دي، نقطعها بطريقه كده مع بعض ونشوف ازاي هنتبلها. حلو قوي. لا يا غالي، مش شيش طاووق. دي مش شيش طاووق خالص، دي حاجه غير الشيش طاووق. مخرجنا بيقول لي يعني ايه يا شيش طاووق؟ حلو. السكينه سيبناها كده، ولازم تكون حاميه معاكي لان في طريقه معينه كده لتقطيع الفراخ عايزك تتعلميها. وهو يتعوري ايدك وانت بتسن السكينه.
في مسن كهرباء كده ومسن يدوي، بلاش تعملي انت الحركه دي. حلو الكلام. سنتيها بمستحد زي ده كده المفروض انك تمسحيها بعد ما تسنيها، ده الطبيعي. حلو، تعالوا نقطعها مع بعض كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه بجيب الصدر ده كده، الموزه دي اخدها كده عايزها، ونيجي هنا كده اهو، حلو، نقطع دي نصين. بعد ما نقطعها نصين بنقطعها كده، حلو اهو، ونحطها هنا كده نفس الطريقه. تقطيعة الفراخ دي مهمه جدا على فكره، لان لازم ما تاخدش وقت كبير في النار. ناخد الموزه اللي تحت دي كده ونيجي نقطعها نصين برضو كده. بعد ما نقطعها نصين ناخدها كده شريحتين. طبعا طريقة الشيش طاووق مختلفة في التقطيع كمان. تتقطع الفراخ مكعبات سواء صدور أو إن احنا نسحبها، وبنجيب بصل وفلفل ألوان مشروم حسب الرغبة، ونبدأ إن احنا نسيخ الأسياخ الخشبية أو الحديدية أو المعدنية بالبصل والمشروم والفلفل والطماطم حسب الرغبة. مسكت صدور الفراخ قطعتها كده. طبعا كمية صدور الفراخ أو الكمية اللي هتعملي استخدميها حسب عدد أفراد الأسرة. حلو الكلام. يعني إيه يا عم الشيف؟ يعني ممكن 2 سيخ 3 سيخ لكل فرد. يعني الكمية اللي معايا دي تكفي العيلة وأصحاب العيلة والقرايب والجيران والحبايب وصلة الرحم بأكلة حلوة بطبق حلو جديد. طب قطعت الفراخ بالشكل ده كده يا عم الشيف. التتبيلة كالآتي: معانا توم، حلو قوي، معانا صويا صوص. طالما استخدمتي يا اختي صويا صوص، حذاري انك تستخدمي ملح. معلقة معجون طماطم بالشكل ده كده. انا هستخدم معلقة عسل، اذا مفيش عسل حطي معلقة سكر حسب الرغبة. ويجعل ايامنا كلها عسل ان شاء الله. حلو قوي، تمام. معلقة مستردة ولا كمون ولا كزبره في التتبيله. هنمسك عصره ليمون، معلش. حلو الكلام، حلو الكلام. هنمسك الفراخ دي نتبلها كده بايديا، تتبيله بسيطه وسهله. يبقى لون الفراخ كهرمانه، شايف اللون الحلو ده كده. لما انا حطيت ثوم وعصير ليمون يعني الزفارة ملهاش مكان بينا. صويا صوص وزيت سمسم هضيفه دلوقتي في ليفر وطعم. معلقة العسل كرملة، يعني هتخلي الفراخ دي تاخد لون منك بسرعة وتبقى لطيفة وجميلة. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ شوية زيت مع رشة فلفل اسود، وعندنا جريلا بتسخن. هنسيخ الفراخ دي دلوقتي، او انك انت تتبليها قبل ما تروح على الشغل، او بتتبليها قبل ما تشويها تقريبا بساعة زمن. ادي الفراخ اتبلت اهي زي الفل، خد الطعم. الله، بس خلاص. حلو الكلام. شفت التتبيلة دي؟ البهريز او البيون او الجوسي او التتبيلة اللي انا متبل بيها الفراخ هحتاج لها، بس مش دلوقتي، خلي بالك. يعني بعد ما ناخد ونسيخ الفراخ دي، انا عايز الصوص ده او الفليفر ده او الطعم ده او البيون ده او الجوسي ده، سموه زي ما تسموه، او الخلطه اللي تبلنا فيها، انا عايزها مش هستغنى عنها. هنمسك الفراخ نسيخها مع بعض كده، نسحب سيخ ونيجي هنا كده. الله، شفت بقى؟ اه كده، حلو كمان مرة اهو.
كده كده. الله 8-1. طريقة سهلة خالص، هتطلع الفراخ بعد ما تستوي، شكلها حلو، شكلها لطيف وجميل وحاجة جديدة. عايزة تحط فلفل ألوان ما بين الفراخ وبعضيها، ما عندناش مشكلة. حلو الكلام، نقعد نتبل نسيخ بقى مع بعض. كمان واحد، يلا بينا. معانا الجريلا بتسخن، ناخد كده الصدر ده كده الله، زي ما انا شغال كده، واحده واحده. ممكن اسياخ اصغر من دي شويه، مفيش مشكله. عرفت ان هو مش شيش طاووق يا مخرجنا؟ حاجه زي الشيش طاووق، بنت عم الشيش طاووق يعني. حلو، كمان واحدة مع بعض. واحدة واحدة هتستوي معاك بسرعة، مش هتاخد وقت كبير، لأن أنا مقطع الفراخ، مقطع صدور الفراخ شرايح رفيعة. الموزة دي حلوة، بتبقى طرية وناعمة في الأكل. أنا بحب في صدر الفرخة الموزة بتاعتها اللي بتبقى تحت الصدر مباشرة، مش بحب الصدر عموما، بحس ان اللحم بتاعه بيبقى خشن شويه، اما الموزه بيبقى لحمها طري ولطيفه وجميله، وهي اول حاجه بتستوي مع الصدر. شفتي مع بعض كمان اسياخ الفراخ المشويه زي ما انت عايز حسب الرغبه. انت بقى عايز تبدع وعايز تجود، حط بقى مشروم، بس انا مش مع المشروم ولا البصل في الاكله دي. عايز تعمل فراخ كده، لان هعمل شويه رز حلوين ونعمل شويه صلصه حلوه كده بالثوم والليمون مع الزبده، تبقى لطيفه يعني. الصويا صوص بالذات مع الزبده والليمون بتدينا طعم تاني خالص. حلو قوي يا عم الشيف والله، دي طريقه سهله. شفت بقى كده كده اشكشكها، اشكشكني شفت شفت ازاي عامله. الاخواننا في الصين بقى بيعملوها اسياخ صغيره كده، بتبقى لطيفه اهو. حلو كمان كده مع بعض، يلا اخر واحد ولا اثنين فيه كمان مع بعض. ممكن نقدم معاها مكرونه اسباجيتي، نقدم معاها نودلز بالمشروب، نودلز بالفلفل، نودلز بالطماطم، رز ابيض. انا احب معاها الرز الابيض بصراحه. حلو دي يا عم الشيف، تتبل قبلها بوقت خالص، انت سيخيها وشويها على طول، لان انا كل ما تعطش كل ما اشربها من التتبيله بتاعتنا. كفايه قوي دول زي الفل، مفيش كده تمام. اخليهم هنا كده كام سيخ؟ 2 4 6. حلو قوي، نعمه الحمد لله. هناخد الاسياخ دي كده ونقف هنا كده هسه خطوه خطوه مع بعض، ويبقى مطبخك نظيف ورايق كده، وانت واقفه في المطبخ رايقه وفايقه، تشرب قهوتك، تشرب شايك. حلو الكلام. الاسياخ دي اللي بقى تعمل فيها يا عم الشيف بعد ما استخدمتها وحطيتها في الميه عادي، بتنشفيها من الميه وتشيليها في باب التلاجه، حطها في كيس وشيليها في باب التلاجه، او انك انت تبداي تحط الاسياخ اللي انت عايزاها او الكميه اللي انت عايزاها وتحطها في الميه حسب الكميه. عشان بتسال دلوقتي بقول لي طب بقيه الاسياخ دي نرمي الكيس، الكيس ده سعره غالي شويه، في منه انواع، خلي بالك تجيبي نوعيه جيده. ده بنصفيه من الميه ويتحط في كيس نايلون او كيس ثلاجه، ويتحط في باب الثلاجه، تستخدميها في جمبري، تستخدميها في شيش طاووق، في شيش كباب، زي ما انت حابه. حلو الكلام. انا يهمني المعلومه اللي بعد ما نخلص. عندنا الجريل اخبارها ايه؟ درجه الحراره فل الحمد لله. نبدا ننزل بقى على الجريل واحده واحده كده، ومهم جدا وانا بشوي تبقى الجريل سخنه. حذاري انك تشوي شيش طاووق او شيش كباب او برجر او شاورما او كبده
على نار باردة. رقم واحد، رقم واحد البهريز أو الصوص هينشف منك. رقم اتنين الفراخ دي هتبقى زي السفنجة مفيهاش طعم، لأن على الجريل لما تسخن ودرجة الحرارة تكون معانا، إيه اللي هيحصل يا عم الشيف؟ الطعم والتيست هينشف، الطاسة هتشربه ومش هنستفيد بيه. هناخدها زي ما هي كده ونبدأ نحطها هنا كده، رشة زيت صغيرة معلش. حلو زي الفل. ونبدأ ننزل بقى كده أهو. الله، واحدة واحدة. أهو تسلم إيدك يا عم الشيف. تمام، من وقت للتاني بنشربها شوية بهريز من دول كده مع بعض. هستأذن حضراتكم تسيبوني مع الروايح الجميلة دي كده، وناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير، ونرجع بعد الفاصل نشوف هنكمل مع بعض شوية رز أبيض حلوين، هنعمل سلطة فيها كل القيمة الغذائية، فيها مكونات خضار لطيفة وجميلة، والحلو بتاعنا بساطة سهولة مرونة. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. مخرجنا بيقول لي في الفاصل، بيقول لي يا شيف بوغاز ايه رايك لو عضفنا شويه خضار مع الفراخ دي؟ طبعا هو علشان مخرج شاطر فعايز صوره حلوه فيها الوان، هو مش مالي عينه شكل الفراخ وبس المضمون. خلونا نقلبها ونشوف احنا هنعملها ازاي مع بعض. شايف الكرمله بتاعه العسل ولون الفراخ اتغيرت ازاي بسرعه؟ ده لسه كمان لما نحط لها مكعبين من الزبده هتتفرج على الحلاوه. خدت لون الفراخ حلو قوي. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ مكعبين من الزبده. دي فراخ لها طعم تاني، لها شكل تاني، لها تيست تاني مع بعض. حلو. هعمل ايه دلوقتي؟ هاخد الخضار اللي معانا ده كده، التقطيع الحلوه دي كده. حلو. نعم يا غالي، ما انا مش عايز اسيخها، انا مش عايز اطلع من جو الشيش طاووق، فالخضار ده هينزل كده مع الايه؟ مع الفراخ. حلو. وهندخلها الفرن عشان احنا عايزين عين البوتاجاز نشتغل عليها حاجات تانية. حلو. تشكيله من الخضار حلوه، بتجيب الساطور حلو زي ده كده بيبقى عندك، بيساعدك في التقطيع، وخاصة الخضروات اللي هي شكلها وحجمها كبير. هناخد الخضار ده كده زي ما هو كده. حلو الكلام، لسه ما خلصتش. هنحط عليه شوية صويا صوص يا دلعك. حلو. شرب الصويا صوص، اوعى تحطي ملح، خلي بالك. ومعانا من الزعتر البري الحلو ده كده حبيبي، عود حلو مع روزماري. شفت الجو ده كده؟ لان شويه الخضار دول هم يهموني ولازم اجود عليهم، عشان انا عامل شويه رز ابيض حلوين هنعملهم دلوقتي. حلو الكلام. ناخد الخضار ده كده ونسقطه هنا. شفت الجو ده كده؟ وندخل الصينيه دي يا عم الشيف الفرن. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ زي ما هي كده الفرن. تمام، تكمل تسويه في الفرن. طب ده صح يا عم الشيف؟ لا، شفت انا بقى الصراحه والوضوح لغايه فين؟ لا، عندك انت عين البوتاجاز، ده يستوي على عين البوتاجاز، تقلبيهم ويستوي على عين البوتاجاز. حلو الكلام. بس انا هدخلها الفرن عشان ليا ايه افكار تانيه هشتغل فيها على النار اللي معايا. حلو الكلام. انا خدت زي ما هي كده ودرجه حراره 180، والفرن يكون جاهز، وندخلها الفرن يا مخرجنا. مع الزبده مع الطعم مع الفليفر زي ما هي كده. يلا يلا. ونسيبها في الفرن. فراخ مشويه بمدرسة مغازية بطعم وفليفر وشكل تاني. نقفل الفرن؟ يلا. حلو قوي. تعالوا مع بعض واحنا واقفين على النار
نعمل شويه رز حلوين عدل الاكله دي مع بعض. رز ابيض عادي خالص بس هياخد طعم مميز. هنشوف نعمله مع بعض ازاي. نقفل يا غالي. حلوه. طيب طاسه على النار او حله في ميه بتغلي معايا. انا دايما لما بعمل رز بيكون في ماء مغلي، يا اما البراد بتاع الشاي اللي موجود عندك. حلو الكلام. اما مقادير الفطير المشلتت يا امي، 3 كوبايات دقيق، العيار اللي هتعايري بيه الدقيق، طبعا ما بياخدش خميره خالص، بتحطي معلقه عسل او معلقه سكر وشويه ملح صغيرين وميه دافيه، تعجني العجينه بسمنه وشويه زيت. عجننا العجينه زي الفل، بتسيبيها ايه تتخمر. مش معنى نقول تتخمر يعني فيها خميره، العجينه تريح لمده تقريبا ساعه، بعد كده بنقطعها ونقصتها، دي لغه الخبازين او البكري، تقسيطه يعني كور صغيره كده، وتحطها في السمنه والزيت، وبعدين تفرديها وتشلتتيه وتحط ما بين طبقاته والتانيه سمنه بلدي، وتبداي تخبزيه في الفرن. الرز هنا اتشرب بشويه الزيت الحلوين، معانا ميه مغليه، اللهم صل على النبي. يلا هو ده خلص الرز. هنسيب الرز ده يستوي. تعالوا مع بعض نعمل السلطه بتاعتنا الحلوه، نتفنن فيها. مقادير السلطه على الشاشه عباره عن تشكيله من الخضار، جزر مسلوق، بطاطس مسلوقه، بيض مسلوق، بسله حسب الرغبه إذا وجدت، فلفل ألوان، بقدونس ناعم، شوية زعتر، مايونيز، مستردة، قليل من الملح وليس كثيرا. الرز هنا جاهز. اتقل على الرز لما يستوي هنغطيه. الله، يلا بينا. هو ده. تعالوا مع بعض نعمل السلطة. حلوة أوي. على نفس البلانشة ونفس السطور هشتغل. حلو. بسم الله الرحمن الرحيم. بنجيب الخضار بتاعنا المتقطع ده واللي شكله حلو ده، بنحطه في بولة من الإزاز، طبق التقديم بتاعنا. ممكن نحط مع السلطة دي تونة، نحط صدور فراخ حسب الرغبة. خلونا نجهز الدريسنج بتاعها اللي هو مايونيز، مستردة، ادي المايونيز، مستردة. مستردة على فكرة قيمتها الغذائية عالية جدا. المستردة في السوق انواع، اللي هي حبوب الخردل المطحونة. المستردة بتيجي من حبوب الخردل، بذور الخردل المطحونة، منها بذور خردل بتبقى موجودة، ومنها بيكون معجون المستردة اللي معانا ده كده. قليل من الملح، عصرة ليمون، فص ثوم ناعم. ثوم مع السلطة يا شيف طبعا. فايدة الثوم الني في السلطة تسريع الدم وتنشيط الدم في الدورة الدموية، وخاصة الأجزاء الدقيقة من الجسم. زيت زيتون يساعد على الهضم وليونة المعدة وسهولة المعدة في الهضم. حلو قوي. أصبحت إن السلطة دي فيها عناصر غذائية كتيرة قوي. رشة فلفل أسود. هاخد التتبيلة الحلوة دي كده أقلبها. مش لازم مضرب. حلو قوي. لا مش هحط بصل خالص. انت عايز تحط بصل، ممكن بعد ما نغرف السلطه نحط عليها شرايح من البصل، ننقع شرايح البصل في الخل ونزين بيها السلطه، اختياري، ولكن انا ما افضلش اضافه البصل للمايونيز بالذات. تتبيله حلوه.
بناخد السلطة الحلوة دي كده. اللهم صل على النبي. ادي البطاطس، الجزر، فلفل اخضر، جزر، بطاطس، بقدونس. لا مش هنزل بالبيض دلوقتي حبيبي يا مخرج. البيض ده هنزين بيه السلطة بعد ما نغرفها. نقلب الخليط ده كده. شفتي وقفتك في المطبخ رايقة ازاي؟ أول حاجة بدأت بيها الفراخ، تبلتها، سيختها، حطيتها في الفرن بتستوي. أنا عايزك تقف في المطبخ بنفس الترتيب ده ونفس النظام ده عشان ما تقفش في المطبخ وقت كبير. الدنيا حر، عندك طبعا مسؤوليات تانية ومهام تانية، ترتيب بيتك، داخلين على مدارس وتطلبات أولادنا، فمش هنقضي وقتنا كله في المطبخ. احنا معانا شيف شاطر دمه خفيف ما بيبطلش كلامه وهو شغال، دايما بيشوقنا للقناة الأولى، ما بيخلناش نروح في أي مكان طول ما البرنامج شغال علشان نقدر نستفيد. حلو أوي. للأمانة في حاجة في المقادير مش مكتوبة يا أستاذة رحاب بعد إذنك، بس هي جت على بالي دلوقتي بضرب عينيا الشمال شفتها. شوية مكسرات، ممكن تحطي عين جمل في السلطة دي مطحونة، ممكن تحطي لوز، ممكن تحطي فول سوداني حسب الرغبة. فأنا شفت قدامي على شمالي لوز مطحون، إيه المشكلة لو حطينا شوية لوز؟ يا مزاج اللوز. ليه يا عم الشيف؟ أوميجا 3 في المكسرات وخاصة اللوز. الزهايمر، وداعا للزهايمر وكبار السن بما ان السلطه دي تناسب كبار السن لسهوله مضغها وهضمها. خضار مسلوق، هنغرف السلطه دي كده يا عم الشيف. تتغرف ازاي؟ طبق لطيف كريستاله حلو كده تكوني جايباه من المصروف، نحط في ارضيته خس. الله اهو، والخس يظهر من الجناب كده، ده برزنتيشن. شفت الشهاوه؟ لوحه فنيه. وننزل بالسلطه دي كده يا عم الشيف في قلب الطبق. تدوري في كتاب، تدوري في قاموس، تدوري على عم جوجل، انسي، ولا عدت على جوجل لا الطريقه ولا المدرسه ولا المعطيات ولا المطلوب اثباته. حلو. معانا بيض مسلوق، تاكلي الولاد واصحابهم. ناخد البيض ده كده يا عم الشيف. الله، حلو اهو. سلطه فيها كل حاجه ممكن تدور عليها. اوميجا 3 يعني جمبري، الياف موجوده، معادن موجوده، كالسيوم موجود، بروتين حيواني موجود. يا عم هو البروتين الحيواني لازم لحمه؟ مش لازم لحمه، احنا واخدين فكره عن البروتين الحيواني. لازم اشوف هوبر بيقول لي وانت حاطط فيها فراخ ولا لحمه؟ ما هو البيض بروتين حيواني. حاضر، ناخد بعدها نطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل نشوف الصوره الحلوه اللي على الشاشه دي. روز سلطة على طريقه الشيف المغازي، ممكن تحط لها صدور فراخ او تونه حسب الرغبه او انشوجه. هناخد بعضينا نطلع فاصل صغير ونرجع لحلو وبسيط سهل تقدر تعمليه لاولادك في دقائق معدوده او هتروحوا بعيد. تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير والطعم جديد يا شيفنا. نبص على الفراخ، حلو. نبص على البروتين، أكيد استوت يعني. يلا بينا. افتح افتح يا سمسم. شكلها جميل والله يا شيف. نطلعها نشوفها مع بعض، ايه الاخبار؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ايه الحلاوة دي؟ ايه الجمال ده؟ اهي بص لها وغازلها. الله، ايه الحلاوة دي يا عم الشيف؟ تعال نعمل شوية صلصة حلوين كده. ده تجويد مني وده اختياري مع بعض واحنا شغالين. طاسة على النار، في الطاسة دي يا عم الشيف هحط معلقة من النشا بسرعة
عشان عندي شغل كتير. حلو، احط على معلقه النشا دي قليل من الماء ونقلبها. حلو قوي. ايه اللي بعد كده يا شفنا؟ في طاسه على النار هناخد البهريز بتاع الفراخ دي وانتاج الفراخ دي وحلاوه الفراخ دي زي ما هي كده. بص عليهم كده اهو حبايبي اصحابي ناسي، هو ده اهو، هي دي التركايه. كله الله عليك يا مولانا. تمام، ونخليها كده زي ما هي. حلو، شويه النشا، الله، شفت بقى القوام، شفت الدلع ده. هنسيب كل حاجه ناكل شويه البهريز دول. حلو، معانا من الزبده مكعب صغير، حلو قوي. حط شويه ميه سخنين، في قوام بنجتهد ان احنا نطلعه اهو، بس خلاص كمان زي الفل. عصره ليمون على الفليفر ده، هضيف حاجه برضو مش موجوده في المكرر ولا موجوده في المقادير. دايما انا احب الحاجات دي، انا عايز المطبخ بتاعك ما تمشيش على مقادير ومسطره والجو ده خالص، خلي بالك، هي دي الشطاره. هتضيف ايه يا عم الشيف؟ انت ما سبتش حاجه ما ضفتهاش. حلو قوي. عندي شويه لوز، يا مزاج اللوز، بنزل بوم هنا كده شغل الشركسيه. يلا ونقلبهم ونسيبهم على النار هسه. الصوص ده كده زي ما هو. تعالوا نغرف الفراخ دي مع بعض في طبق حلو كده يفتح النفس. سيرفيس زي ده كده، عايز اغرف انا سيرفيس حلو. عنده رز، نبص عليه مخرجنا، ايه الحلاوه دي؟ رز مصري، بص على الحلاوه دي يا دلعك. شويه رز حكايه والله، لا خليك تسيب الفراخ وتاكل الرز ده بالصوص اللي انا عامله ده. حلو قوي، تسلم ايدك يا عم الشيف. هناخد الرز ده زي ما هو كده، هنحطه في الطبق ده كده. اللهم صل على النبي. يلا بينا. عملت اكله لاولادك، عملت سيرفيس حلو، لا تقولي لي بقى ديك رومي ولا فخده ضاني. طب انا هنخلص الهوا ودوق، بيقول له هو الرز استوى. طب انت بتروح البيت تاخد ايلوله وتصحى الرز ايه بيتشرب؟ لا خالص، استوى الرز. حلو، صدور الفراخ اللي عملناها نرصها كده. لا احنا مش عايزين نعمل حفله بقى اطباق كتيره والجو ده، ده موضوع كده لطيف وجميل. اوريكي اتعمل ازاي دلوقتي بتكنيك عالي من الخبره. حلو، شويه الخضار الحلوين دول والصوص حلو اللي فيه اللوز. عينيا قبل الصوص ناخد المضمون ده، خلي بالك عشان لسه عامل تركايه حلوه قوي. ايه التركايه؟ اوريها لك دلوقتي. الخضار ده كده ينزل. عملنا حفله، صدرين فراخ، شويه رز مصر، كوبايتين رز، عملنا سيرفيز. لو دورت في صور جوجل اللي هو عم جوجل يعني مش هتلاقيها، خلي بالك. ها، نفس الصينية، ركزي معايا بس عشان الموضوع ده مهم جدا. بص يا غالي، بص، الله يرضى على والديك. هو ده، شفت مخرجنا بيوجينز؟ انا عايز ده، عايز مكان تحمير الفراخ. لازم تشتغلي بالمدرسة دي، مش انت عايزة تاكل اكل زي ما بتاكليه في مطاعم وفنادق في طعم وتست مش لاقياه. هو ده،
اخد البهريز ده. الفراخ هنا نزلت كل خيرها وبركتها في قلب الصينيه، على نار هاديه كده، واخد شويه البهريز دول يا عم الشيف، يا اما نقدمهم في طبق جانبي يا اما ننزل بيهم على الفراخ على السرفيز. يعني عموما زي ما قلت لحضراتكم في البدايه، انا هخليكي تاكلي الرز وتسيبي الفراخ، لان الفراخ وطعم الفراخ وشهوه الفراخ وتست الفراخ في اللي انا بعمله. اهو يا ويلي، ايه ده؟ الله يرحمك يا عم توفيق الدين. ايه ده؟ اهو حلو قوي. تمام، يلا بينا. السرفيس ده فيه خبره طاويه، خبره السنين، الطعم والشكل والتكلفه والصوره الحلوه. تعالوا مع بعض نعمل حلو بسيط وسهل كده مع بعض، ربنا يقدرنا نعمله ان شاء الله. مقاديره على الشاشه، عسل، ويجعل ايامنا كلها عسل. توست، اللهم صل على النبي، ومعانا زبده، ومعانا لوز، ومعانا طاسه شديده الحراره على النار زي دي، سيبها تسخن. الحلو ده اختياري، الحلو ده افكاري اللي مجنناني. تعالوا مع بعض، معانا بيض، توست، لوز مطحون، عسل، كل ده في المقادير، معلقتين من النشا، شويه حليب. شوفوا نعمله مع بعض ازاي سريعا. معانا قشطه، قشطه كدابه، عباره عن نشا وحليب وسكر. اتنين بيضه، حلو، بنخفق معاهم شويه حليب بمضرب مع الدشل على بصل. كده يا فندم، اهو ده. ونحط شويه الحليب بتوعنا، نحط شويه نشا، نقلب البيض مع النشا. نعم يا غالي، زفاره. حلو قوي، سؤال وجيه جدا، لما نستخدم البيض في حلويات فانيليا، البيض في حوادق او في اكلات فلفل اسود كده. البيض جاهز، معانا التوست بتاعنا الجميل، معانا طاسه شديده الحراره بنحط فيها شويه زيت، حلو، بنحط على الزيت ده مكعبات من الزبده للتحمير. حلو الكلام، حلو لغايه كده زي الفل يا عم الشيف، فاهمين انك بتعمل ايه. فين القشطه في الموضوع؟ حاضر، القشطه لما نعملها، القشطه الكدابه اهي، مخرجنا الجميل، حليب ونشا وسكر، بنغطيها بكيس نايلون او رابل زي ده كده علشان ما تعملش وش لو حطيتها في التلاجة أو سبتها بره. حلو الكلام، وبشوكة تقلبيها. حلو، ونخليها على جنب مع العسل. حلو الكلام، وناخد شرايح التوست بتاعتنا مع إضافة اللوز، ونقلب اللوز يا عم الشيف مع البيض والنشا والحليب. حلو ده، بهديل كل اطفالنا الحلوين اللي بيذاكروا واللي داخلين على المدارس. ملاحظين اللوز النهارده انا مدخله ببعض الاكلات. ليه يا عم الشيف؟ لانه غني باوميجا 3، قيمته الغذائيه عاليه جدا، البروتين بتاعه بروتين نافع ليس ضار. مش لازم تاخد اللوز المحمص، اللوز الني. اخبار الزبده ايه مع الزيت؟ حلو قوي. ممكن اعمل تركايه حلوه كده لطيفه، معايا من الليمون شريحتين ليمون، اخد الليمون ده احطه في قلب الزيت، ياخدنا في حته تانيه برضو بالشكل ده كده، يهدي من روعه الزيت. حلو الكلام، الحاجات الصغيره دي بتفرق بقى في المطبخ.
ليه الليمون يا عم الشيف؟ زنخة البيض مش هتلاقيها، زفرة البيض مش هتلاقيها، طعم الزيت مش هتلاقيه. ناخد الخلطة الحلوة دي كده. الله عليك، الله عليك وعلى والدك. يلا مخرجنا الجميل، يلا حبيبنا، اهو هو ده تاني اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. حلو بثلاثة تعريفة. اوعى تسيبها كتير في الزيت في الخلطة. ده هيطلع من التحمير، مجهز له قشطة وعسل. نعمل رقم زوجي، يعني دول كام؟ 3 و2 5. حلو، هنعمل واحدة كمان. نجيب طبق التقديم بتاعنا، والله يا شيف مغازي مطبخك النهارده مطبخك سهل وبسيط وزي الفل، مش مكلف. هل هو في العادة كده؟ طبيعي هو في العادة كده، بس أنا ليا هدف في موضوعنا، هدفي إن أنا أحببك في المطبخ، أسهل لك الأمور في المطبخ، ربنا يسهل لك الأمر، تقدري تعملي أي حلو بطريقة سهلة وبسيطة. حلو، وقتنا قرب يخلص، الطبيعي إن إحنا لازم ننجز. حلو، ليه بقى يا عم الشيف؟ عشان نشوف في الآخر الإنتاج بتاعنا. اصبر على رزقك يا غالي، الله يوفقك. تتحرق ايه بس؟ الله يديك الصحة. فيها لوز، يا مزاجه اللوز. فيها قشطة، يجعل أيامك كلها قشطة. التحميرة دي مطلوبة، بنحط شوية قشطة في أرضية الطبق ده كده. حلو، دي قشطة، وهنرصهم كده بشكل هندسي. حلو، ناخد دي نحطها هنا كده، اللهم صل على النبي. وناخد دي نحطها هنا كده، اللهم صل على النبي. ونحط قشطة كده. حلو، ده لما تعمليه هتدعي لي تاني. الله عليك يا عم الشيف، ايه البساطة ده؟ التوست ده بنجيبه، الأولاد بيبقى نفسهم في توستر كده جايبينه جديد. حاضر يا فندم، ناخد منه شريحة والتانية وبنكملوش. ناخد الأخيرة دي نحطها هنا كده، الله عليك، ونشيل دي من النار، وننزل بالعسل بتاعنا الحلو ده كده. مخرجنا أنا خلصت. ده عسل زهرة البرسيم، أطفى أولى من خير أرضنا. سيبك من العسل الغالي، مطبخنا النهاردة بساطة، سهولة، مرونة، تكلفة مالية لا تتعدى جنيهات. عملنا فكر طهوي جديد، عملنا فراخ مشوية على السيخ وقدمنا معاها شوية رز أبيض حلوين، عملنا سلطة فيها كل العناصر الغذائية لكبار السن، سريعة الهضم وسريعة المضغ. عملنا حلو فكرته بسيطة وسهلة، ولكن القيمة الغذائية بتاعته تعلو قمة الهرم في ارتفاعه وشماخته. رؤية فن إبداع، بنشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. منين يا عم الشيف؟ من ماسبيرو.